بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبنات طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مادة الدراسات. النهاردة إن شاء الله يا أولاد هنشرح الوحدة التالتة، الدرس الأول اللي هو الحرف التراثية. يعني إيه حرف تراثية يا أولاد؟ يعني الحرف اللي كانت بتعمل في الزمان قبل الاستحداث الآليات والمكن، وكانت بتصنع يدوية. أول حاجة، أول حرفة معانا أو تعريف الحرفة اليدوية التراثية، بنقول هي الصناعات المعتمدة على أيدي العاملة قد عرفتها مصر منذ القدم. طبعا من أمثلتها صناعة الحديد، صناعة الزجاج والخيامية والفخار والنسيج والسجاد اليدوي والمشغولات الذهبية والنحاسية والتطريز وغيرها، زي ما احنا شايفين في الصورة يا أولاد. اهي دي شغل هنا الفخار، ده شغل هنا اللي عندنا اللي هي شغل الخيامية، شغل حاجات تتعمل من النخيل، تمام. ودي هنا شغل السجاد اليدوي والنسيج. طبعا قلت صناعة الفخار، طبعا او قلت من صناعة الفخار. ليه احنا قللنا من صناعة الفخار او قلت صناعة الفخار؟ لان طبعا صناعة الفخار كانت قائمة على الطمي او على الطين، فطبعا كان بتأثر على الاراضي الزراعية وتأثر على خصوبة التربة في الاراضي الزراعية، كان بيحصل تجويف لبعض الاراضي، فطبعا بدأت تقل شوية ديت صناعة الفخار. وطبعا في الغالب دلوقتي بقينا نتجه لصناعة الخزف وصناعة عندنا اللي هو الاطباق البلاستيكية. جينا بعد كده عندنا طبعا في الاطباق والسلات والسلال الملونة تصنع من الخوص. الخوص ده اولاد بيجي منين؟ من اوراق النخيل. عندنا بعد كده السجاد اليدوي بينسج منين؟ على يد ايه؟ النول اليدوي، بنصنعه على حاجة اسمها نول يدوي، وده موجود طبعا في اغلب القرى، وفي اسوان بالذات تلاقي هناك شغل في النوبة، ده الشغل اليدوي ده هناك، وصنع السجاد والحاجات ديت. وعندنا هنا في القاهرة برضو في ناحية الازهر هناك في طبعا الخيامية ديت مشهورة هناك بصناعة الايه؟ المنسوجات اليدوية. كان زمان يا أولاد حتى كسوة الكعبة كانت بتطلع من عندنا هنا من مصر، كان بيبقى ليها احتفالية كبيرة وكانت بتصنع عندنا هنا في مصر يا أولاد. فطبعا من أقدم الصناعات عندنا اليدوية كانت هي صناعة النسيج أو صناعة السجاد اليدوي وصناعة الأنسجة اليدوية، دي كانت أقدم حاجة موجودة عندنا في الحرم دي. ناخد بقى انواع الحرف والصناعات التراثية في مصر. كانت اول حاجة عندنا رقم واحد صناعة الفخار، دي اول حاجة كانت ابتدأت معنا، بدأت صناعة الفخار من اقدم، طبعا بنقول من اقدم الصناعات اليدوية، وتنتشر هذه الحرفة في العديد من القرى المصرية، وتعتمد على الابداع والاحساس الفني للصانع، ويقوم الصانع بتشكيل الطين للفخار بيده ويتركه ليجف، ثم بيضع فرن خاصة به. بعد كده جت صناعة النسيج والسجاد اليدوي، طبعا دي من الحرف المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، ويستخدم العمال معرفتهم الموروثة أو مواهبهم الفنية لإنتاج منسوجات مطرزة. يعتمد العمال في صناعتهم على بعض الخامات زي الكتان والقطن والصوف والحرير. وتعد قرية الحرانية في الجيزة مقصد الآلاف من السائحين لتميزها بهذه الصناعة. يبقى صناعة النسيج هنا يا أولاد منتشرة في قرية الحرانية، نحفظها عشان دي بتيجي في الامتحانات كتير. طب صناعة الخيامية، طبعا من الحرف اليدوية يستخدم فيها الصانع الإبر والخيط لعمل الخيام وإنتاج قطع فنية، تركز في شارع الخيامية في منطقة الأزهر، تمام. يبقى الخيامية في شارع الخيامية، نحفظها كده، صناعة الخيامية في شارع الخيامية في الأزهر. بعد كده صناعة الزجاج رابع حاجة، من طبعا من الصناعات القديمة
يبدع الصناع في صناعة الزجاج وزخرفته في العديد من الأماكن مثل قرية جراح دي في محافظة يا ولاد الدهلية، قرية جراح في محافظة الدهلية. بنقول إيه؟ لتنتشر صناعة الفخار في البيئة الزراعية. تمام، قلنا إن هي بتعتمد على الطين فهتبقى في بيئة زراعية. بنقول الأطباق والسلال الملونة تصنع من الخوص، الإجابة هنا صح. الحرف والصناعات التراثية انتشرت في مصر حديثا؟ لا طبعا دي قديمة، يبقى دي خطأ. عندنا قائمة التراث العالمي، هي عبارة عن تعريف ايه قائمة التراث العالمي دي؟ بنقول هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو ترشيحها ليتم وضعها في برنامج مواقع التراث الدولية مثل المدن الأثرية. يبقى ده تعريف قائمة التراث العالمي. يبقى عرفنا قائمة التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو ترشيحها ليتم وضعها في برنامج على مواقع التراث الدولية. تمام يا ولاد؟ زي ايه؟ زي المدن الأثرية. بعد كده بنقول للحرف التراثية أهمية في دعم الاقتصاد المصري. بتدعم الاقتصاد المصري دي بإيه بقى يا ولاد الحرف التراثية دي؟ طبعا بتوفر فرص عمل، لأن أغلبيتها بتقوم على الأيدي العاملة، الإنسان هو اللي بيصنعها مش الآلات. فطبعا بيتوفر ديها فرص عمل للشباب كتير، توفر لنا فرص عمل للشباب. تساعد في حماية البيئة حيث تستخدم بعض المخلفات في الحرف اليدوية. تمام، زي طبعا قلنا اللي هو بنصنع الأطباق والسلل الملونة من الخوص، والخوص ده عبارة عن أوراق النخيل. يبقى احنا استفدنا من أوراق النخيل بدل ما احنا بتترمي، لا بيستخدموها. تدعم السياحة المستدامة حيث يقبل السائحون على شراء منتجات الحرف التراثية. طب ايه هي تعريف السياحة المستدامة؟ بنقول هي السياحة التي تلبي احتياجات السياح ومجتمعات البلد المضيف للسياح دون الاضرار بالبيئة. دي بنسميها السياحة المستدامة، ده تعريف نحفظه. طب ايه جهود الدولة بقى في احياء الحرف التراثية؟ طبعا تبذل الدولة جهود كبيرة من اجل احياء الحرف التراثية، منها نمرة واحد بنور رعاية مصالح العمال، نمرة اتنين اعداد برامج تدريبية لتعليم المهارات الخاصة ببعض الحرف، نمرة تلاتة بتسوق المنتجات تسويق المنتجات من خلال المهرجانات والاحتفالات السنوية. هنا عندنا كان في مهرجان اللي هو اسمه تراثنا للحرف اليدوية، وقيم في القاهرة عام 2020. الى جانب ان الدولة انشأت مدينة الجلود في الروبيكي في مدينة بدر في القاهرة لتشجيع صناعة الجلود بدل ما كانت في السيدة زينب، وكانت طبعا هناك المكان القديم اللي كانوا بيصنعوا فيه الجلود هنا كان في وسط القاهرة. فنقلوهم هناك في مدينة بدر وعملوا لهم مدينة تمام على أحدث طراز، وبدأ فيها صناعة الجلود هناك في مدينة بدر. بنقول صناعة الجلود تعد من أهم الحرف اليدوية التراثية في مصر، ساهمت في هذه الصناعة في ازدهار الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة. هنتكلم بقى على مدينة الروبيكي، هي صديقة للبيئة لأن تضم مناطق الإنتاج وفحص المنتجات الجلدية للتأكد من جودتها. تعد الروبيكي منطقة صديقة للبيئة حيث يتم إعادة تكريس مياه الصرف الصحي واستخدامها لري الأشجار الموجودة بالقرب من هذه الأماكن من هذا المكان. متحف مدينة الروبيكي، طبعا لما تذهب هناك لزيارة هذه المدينة تذكر زيارة متحف المنتجات الجلدية. خش وشوف المتحف المنتجات الجلدية التراثية هناك، وهتشاهد ده مراحل تطور هذه الصناعة في مصر عبر العصور. بعد كده الحرفيون دول يحرص الحرفيون على مواكبة هذه المنتجات للعصر، لذلك يسعون إلى ابتكار الألوان والتصاميم الجديدة باستمرار. دايما كده بيبدأ يبتكر الصانع
أو الحرفي ويطور من صناعته عشان تطلع بأحسن صورة ويواكب إيه أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة أو هذا الإنتاج عشان يطلع إنتاجه في أحسن صورة. يشارك الصناع في ورش عمل وتدريبات متخصصة لهذه الحرفة مما يساعد على الحفاظ على مستوى عالي لجودة هذا المنتج. بيقول لك طبعا السياحة التي تلبي احتياجات السائح ومجتمعات البلد المضيفة للسياحة هي طبعا قلنا ده تعريف ايه يا اولاد السياحة المستدامة. قامت الدولة بإنشاء مدينة روبيكي لتشجيع صناعة النسيج. إجابتي طبعا خاطئة، قلنا صناعة ايه؟ الجلود. أنشأت الدولة مدينة الجلود في الروبيكي في مدينة بدر محافظة أسوان. طبعا إجابة خاطئة، هي في القاهرة. هنا برضو النشاط دوت بيقول لي هنا صناعة الخيامية، صناعة الجلود، صناعة الزجاج، قرية الجراح. قلنا قرية الجراح دي الإيه؟ دي الزجاج. نحاول نفتكرها كده يا أولاد. الزجاج بيعمل إيه في إيدينا؟ لو الكوباية اتكسر أو أي حاجة لا قدر الله بيعمل لنا إيه؟ ممكن نتعور منه، يبقى بيعمل جرح، يبقى اسمها قرية الجراح. نحفظها كده، قرية الجراح، عشان الزجاج بيجرح إيدينا، يبقى صناعة الزجاج فين؟ في قرية الجراح، مدينة روبيكي الجلود. صناعة الخيامية قلنا في أو شارع الخيامية لصناعة الخيامية. تمام، نيجي بعد كده ضع علامة صح وعلامة خطأ أمام العبارة الصحيحة والخاطئة. المشغولات اليدوية من الحرف اليدوية التي توجد في مصر، طبعا دي ايه؟ طبعا صح. صناعة الزجاج تتركز في شارع الخيامية في الأزهر، طبعا غلط، دي صناعة الايه؟ الخيامية. صناعة الفخار من الصناعات التي وضعتها منظمة اليونسكو في على قائمة التراث العالمي، طبعا الإجابة دي عندنا خاطئة، مش الفخار اللي هم حطوه، طبعا اللي هي صناعة النسيج أو السجاد. تمام، نيجي بعد كده عندنا اللي يصنع الخوص من أوراق النخيل، الإجابة دي صحيحة. عندنا ده واجب منزلي برضه، هنحله مع بعض يا أولاد. بيقول لي أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات من بين القوسين: السجاد اليدوي، الفخار، الزراعية، المشغلات النحاسية. هنيجي أول حاجة تنتشر صناعة الفخار في البيئة، قلنا طبعا الزراعية. يبقى هنا الزراعية يا أولاد. بيقول القطن من الخامات التي تدخل في صناعة ايه؟ القطن بيدخل في صناعة ايه؟ طبعا السجاد اليدوي. هكتب لكم هنا الأرقام عشان في مشكلة في البرنامج بيمسح الحاجة بعد ما نكتب، فأنا هكتب لكم هنا بالأرقام. تمام، أكثر من الصناعات اليدوية وتنتشر في العديد من القرى المصرية هي صناعة، طبعا صناعة الإيه؟ الفخار. النحاس من مورد يدخل في صناعة طبعا المشغولات النحاسية. خلاص يا ولاد، يبقى دي 1 2 3 4، يبقى كده أكمل خلصنا. نيجي بقى نشوف الاختياري. نقول قرية الحرانية تعد مقصدا لكثير من السياح، تميزها بصناعة ايه؟
قلنا الحرانية بنستخدم فيها صناعة النسيج والسجاد اليدوية. أي المواد الطبيعية التي يدخل في صناعة الزجاج؟ طبعا الرمال والرمال البيضاء يا ولاد. الحرف التراثية تساعد في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير طبعا فرص العمل. أي من المواد الخام التالية يدخل في صناعة النسيج؟ طبعا القطن. صناعة السجاد اليدوية تنتشر في محافظة قلنا احنا فين؟ في الجيزة، قرية الحرانية، مدينة صديقة للبيع في مصر وبها متحف عن المنتجات الجلدية قلنا الروبيكي. قرية الحرانية في الجيزة مقصد لآلاف السياحين شهرتها بصناعة قلنا السجاد اليدوي. صناعة أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي من صناعة النسيج. هنا صوب ما تحتها خط بنقول الزجاج، صناعة الزجاج تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي؟ لأ طبعا صناعة النسيج. هنا صناعة النسيج أقدم صناعات يدوية؟ لأ صناعة الفخار. الحرف التراثية من أهميتها تقليل فرص العمل؟ لا زيادتها. قامت الدولة بإنشاء مدينة روبيك لتصنيع لتشجيع صناعة النسيج؟ لا صناعة الكرول. صناعة الفخار يتم إنتاجها في شارع الخيامية؟ لا طبعا دي صناعة الخيامية. كده يبقى الدرس الأولاني كده خلصناه. هنبدأ بقى اللي هو الدرس التاني من الوحدة التالتة، عشان يبقى فاضل لنا 3 دروس ويبقى كده خلصنا المنهج بتاع الترم الاولاني، ونبدا ان شاء الله نحل مع بعض امتحانات عشان طبعا ربنا ينجحكم ويوفقكم ونبقى حلين كده، بحيث لما يجي علينا الامتحان نبقى احنا جاهزين للامتحان بدري قبل الامتحان، عندنا فرصه للمراجعه بحيث اي حد فيكم عنده اسئله عنده حاجه نبدا نراجع جزئيه معينه محتاج نعيدها له تاني نبدا نعيدها مع بعض تاني. هنيجي بقى المستثمر الصغير ده يا ولاد بيتكلم عن البنوك والبريد المصري وكده. فاول حاجة بيكلمنا عن انشاء بنك مصر، وده طبعا اول البنوك اللي نشأت في مصر. كانت في عهد مين؟ كانت في عهد من قام به مين؟ طلعت حرب. تمام، في احد الايام طرأ الخبير الاقتصادي محمد طلعت باشا حرب فكرة رائعة فقام في عام 1920، نحفظه ده التاريخ ده يا ولاد كويس، بتأسيس بنك مصر، وهو البنك هو أول بنك وطني في تاريخ مصر لاستثمار مدخرات الشعب المصري في دعم مئات المشروعات في مصر في المجالات التي تمس الصناعة والزراعة والسياحة. وده كان أول صورة لبنك مصر يا ولاد. تمام، ودي صورة الخبير المصري اللي هو طلعت حرب باشا محمد طلعت حرب. ماشي يا ولاد، هنيجي بعد كده بنقول قد ساعد ذلك في ازدهار الاقتصاد المصري. تمام، البنوك ايه هي بقى تعريف البنوك؟ بنقول البنوك دي عبارة عن مؤسسات تقدم خدمات مصرفية متنوعة. تمام، زي قبول الودائع، فتح الحسابات المختلفة، اعطاء الاموال الى المستثمرين في شكل قروض. طيب البريد المصري بيعمل ايه برضو؟ البريد المصري يقدم خدمات مصرفية ايضا، مصر حسابات التوفير والادخار، وتنتشر مكاتب البريد في جميع انحاء جمهورية مصر العربية. قد تم انشاء البنك المركزي المصري بهدف إصدار النقود والإشراف على جميع البنوك والمؤسسات المصرفية في مصر مما في ذلك البريد المصري. بيقول هنا يوجد فرع واحد فقط للبريد المصري داخل كل محافظة. الإجابة خاطئة، طبعا عندنا في كل محافظة مكاتب البريد منتشرة في كل منطقة مش في كل محافظة. بنلاقي في كل منطقة سكنية بنلاقي مكاتب البريد كذا مكتب بريد. بيقول أسس بنك مصر الاقتصادي المصري مين؟ طلعت حرب. يقوم
البنك بيعطي الأموال للمستثمرين على شكل إيه؟ قلنا قروض. في بقى التعريفات دي يا ولاد عايزين نحفظها مع بعض. بيقول لي إيه هي الحاجات؟ الحاجات هي الأشياء التي يجب أن تحصل عليها لتعيش، زي المية والهواء والشمس والأكل والمسكن، كل ده حاجات ما نقدرش نستغنى عنها، بنسميها الحاجات، ده اللي هو المية والعيش والمسكن وكل دي بنسميها حاجات. الرغبات بقى عبارة عن الرغبات، هي الأشياء التي سيكون من الجيد الحصول عليها، ولكن لكنك تستطيع العيش بدونها. يعني عندي رغبة ان انا اروح رحلة معينة، ان انا اروح الملاهي، اروح حديقة، هي رغبة. انت بتبقى حابب ان انت تعمل حاجة زي كده، بس طبعا لو ما عملتهاش هيجرى لك حاجة، لا انت تقدر تعيش بدونها. الاستهلاك يعني انفاق النقود لشراء الحاجات والرغبات. وفي قاعدة اقتصادية مهمة بتقول كلما قل الاستهلاك زاد الادخار وزاد الاستثمار وازدهر الاقتصاد. المدخرات هي الأموال التي لن تستهلكها في إشباع رغباتك. يبقى ده مدخر، أنا بحوش زي ما احنا شايفين كده، اللي هو عمال يحوش في الحصالة، ده اسمه مدخرات. بيقول لك تعلم يعني انفاق النقود لشراء الحاجات والرغبات، ده تعريف الاستهلاك. تمام. بعد كده بيقول الحاجات هي الاشياء التي سيكون من الجيد الحصول عليها، ولكنك تستطيع العيش بدونها. طبعا دي قلنا خطأ، دي الرغبات وليست الحاجات. كلما قل الاستهلاك ازدهر الاقتصاد، طبعا الاجابة دي صحيح. نيجي بعد كده بنعمل مديني جدول كاتب لي الحاجات والرغبات. طيب الخبز، الزابل، الملاهي، الملابس، التلفزيون، المسكن المناسب، المتحف. طب ايه يا اولاد اللي هنا يعتبر عندي حاجات وايه اللي يعتبر عندي رغبات؟ هنلون الرغبات باللون، الحاجات باللون الاصفر دوت، تمام، والحاجات هنلونها باللون الايه، الاخضر او اللون احمر. طبعا عندي الحاجات زي الخبز، الملابس، المسكن المناسب. طب نيجي للرغبات، هنيجي بقى نلونها بلون تاني، نديها اللون البنكي الجميل ده. طبعا الرغبات زي الذهاب للملاهي، التلفزيون، المتاحف. تمام يا ولاد. يبقى دي الرغبات اللي هي باللون البنك ده، واللون الاصفر دي الحاجات. بعد كده بيقول لي ضع علامة صح وعلامة خطأ. البريد المصري يقدم قروضا للمستثمرين، برضو الاجابة دي صحيحة. المسكن الذي تعيش فيه يعد من الرغبات، لا يعد من الحاجات، الاجابة دي خاطئة. الرغبات هي الاشياء التي يجب ان تحصل عليها لتعيش، الاجابة دي خاطئة، دي الحاجات. يشرف البنك المركزي المصري على جميع المؤسسات المصرفية في مصر، إجابة دي صحيحة. إصدار العملات الورقية من مهام البريد، إجابة خاطئة، دي من مهام البنك المركزي المصري. الواجب المنزلي ده برضه هنحله مع بعض. بنقول أول بنك وطني في تاريخ مصر هو البنك، طبعا بنك مصر. إدخار المال يساعد على، أما إدخار المال بيساعدني في ايه؟ في الخدمات ولا السلع ولا الواجبات؟ طبعا الاستثمار. الماء بالنسبة للإنسان يعتبر من رفاهيات رغبات الأعمال الحاجات. قلنا الحاجات، لأن قلنا تعريف الحاجات الحاجة اللي ما بقدرش استغنى عنها. كلما زاد الاستثمار الزهرة، طبعا الاقتصاد. يقول لي هنا ايه الفرق ما بين الرغبات وال حاجات؟ قلنا الرغبات هي الحاجات اللي يفضل اللي انا اعملها لكن اقدر اعيش بدونها. قلنا عبارة عن هي الاشياء التي ستكون جيدة الحصول عليها ولكن ممكن استطيع العيش بدونها. لكن الحاجات هي الاشياء التي يجب ان تحصل عليها لتعيش، يعني من غيرها ما اقدرش اعيش. هنقدر نعيش من غير هوا؟
نقدر نعيش من غير اكل؟ نقدر نعيش من غير شرب؟ لا طبعا. تمام، وكده يبقى خلصنا الدرس التاني. هنتوقف هنا ان شاء الله عشان ما يكونش الفيديو عليكم طويل. هيبقى فاضل لنا 3 دروس، الدرس التالت والرابع والخامس ان شاء الله نشرحه في فيديو تاني، ويبقى كده خلصنا الدراسات مع بعض يا اولاد. واتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.